ومباشرة الآن الزميل إبراهيم عزت معنا. أهلا بك إبراهيم، وكيف تبدو الأجواء لديك وأيضا هذا اللقاء مع محافظ شمال سيناء؟ تم يعني إنهاء حياته أمس، إنه شهيد طبعا، نحتسب عند الله شهيد، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. وفي الحقيقة طبعا ده حادث يعني يألمنا جميعا يعني، وانا طبعا بني الشعب المصري كله قبل ما بني محافظه شمال سيناء او قريه الروضه، لان ده حارس بيهمنا كلنا، ودول اولادنا ودول اهالينا. لان لو بصينا للاستشهدوا ده اطفال وفي شباب وفي شيوخ، فيعني موضوع يعني صعب جدا جدا. وطالما طبعا ده لازم ننتظر، طالما هو من اهل الشر فلا ننتظر إلا الخراب وإلا الدمار من أهل الشر، لكن إن شاء الله يعني الخير دايما هو اللي بينتصر في النهاية بإذن الله إن شاء الله. ربنا قويكم يا فندم، وجميع المصريين يعني بيدعوا لحضراتكم. من فضلك طمني على الأوضاع هناك في مسجد الروضة، بالتأكيد حضرتك تفقدت هذا الموقع. أنا في الحقيقة لا ما رحتش المسجد، أنا يمكن كنت موجود امبارح في موجود في المستشفى بير العبد، خاصة في الفترة المسائية. كان تركيزنا طبعا على عمليات الفرز للحالات، وإن يعني يتم يعني بواسطة مرفق الإسعاف نزولها الى المستشفيات المتخصصه، سواء في الاسماعيليه او في معهد ناصر او في دار الشفا، وده اللي تم امبارح. ويمكن وانا جاي النهارده من بير العبد يمكن كان 6 حالات اللي متواجدين بس، من ال 22 حاله اللي كانوا مصابين امبارح في 3 ودناهم العريش بناء على رغبتهم، لكن بقيه الحالات خرجت، وفي 6 حالات اللي هي موجوده هناك. في قافلة دلوقتي في طريقها إن شاء الله لبير العبد برئاسة رئيس المجلس، على أساس برضو يكون لهم تواجد في القرية ويواسوا أهليهم هناك، لأن احنا زي ما احنا عارفين إن احنا عندنا في ظروفنا وفي حياتنا البدوية والقبلية في 3 أيام دول بيبقى فيهم العزاء، فدايما بناخد العزاء قبل ما بنعمل أي حاجة يعني، فبنعزي أهلينا هناك. فالنهارده المجلس المدينه بجهاز التنفيذي بتاعه ان شاء الله موجودين في القريه، وبالتالي طبعا كل الاجهزه التنفيذيه تبقى على مدار الايام القادمه ان شاء الله موجوده هنا. انا طبعا في وجودي هنا انا مطمئن طبعا، ويمكن سياده المعالي الوزير الزميل الفاضل سياده اللواء ياسين يعني من امبارح يعني اول ما بلغت سيادته على طول كان اول عربات اسعاف فعلا اتحركت وتواجدت في بير العبد في زمن قياسي. المستشفيات اتفتحت سواء المستشفى الجامعي او المستشفى العام، وكل الخدمات الحمد لله مؤداه. ويمكن كان اللواء ياسين يعني معروف يعني، وكان بيتابع يمكن اكتر مننا اساسا يعني في الحالات المرضيه اللي بتجيله. انا بشكر سيادته وبشكر قطاع الصحه بالمحافظة طبعا، سيد وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، والسادة مدير المستشفيات والعلاقات العامة، وكل من كان له دور في التخفيف وتمضيض أبنائنا وأولادنا المصابين اللي موجودين هنا في مستشفيات الإسماعيلية. العربات في إطار المعلومات المتاح قولها في هذا التوقيت، ماذا عن عمليات التمشيط في المحافظة وفي هذا الموقع؟ أنا قلت لحضرتك دايما الخير هو اللي هينتصر إن شاء الله. نعم. إن شاء الله نحن منتصرون بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. إذن مشاهدينا الكرام، ما كنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة وأخيرا حول القوة الغاشمة، هذا اللفظ الذي لأول مرة يقوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما ظهر بالأمس في البيان الذي بث عبر القنوات الإخبارية اليوم صباحا. بالفعل كما تابعنا الأخبار التي وردت إلينا بالعمليات التمشيط وتدمير عدد من عربات والبؤر الإرهابية التي قامت بهذا العمل
الإرهابية صباح هذا اليوم. كنا مع حضراتكم من هنا، ما زلنا في المستشفى العام هنا في محافظة الإسماعيلية، حيث محافظة الإسماعيلية ومحافظ الشمال سيناء يطمئنان على صحة أهالينا من شمال سيناء الذين يخضعون للعلاج هنا في محافظة الإسماعيلية. مرة ثانية أعود مرة أخرى إلى زميلي العزيز حساني باستوديوهاتنا. أشكرك إذن إبراهيم عزة على هذه اللقاءات المهمة جدا من داخل إسماعيلية، وخاصة مع اللقاء مع محافظ شمال سيناء. أشكرك شكرا جزيلا.